كنت متأكد حقيقة كانت يعني جلسة ديال القضاء الاستعجالي فيها مناقشات يعني مناقشة قانونية وواقعية. حقيقة طرقنا مجموعة من الأمور. أول حاجة حنايا بالنسبة لنا كهيئة الدفاع على حي ساكنة حي بن كيران جبرنا مجموعة من الخروقات اللي شابت ديال رفع الدعوة ديال الجهة المدعية. كيتجلى ذلك اولا في الاختلاف ديال الشركه، كاين هناك الصفه والاليه والمصلحه، لان اول مبادئ اللي تعلمنا احنا في الكليه هي الصفه والمصلحه والاليه. ما كاينش هناك لا اهليه ولا صفه ولا مصلحه، كيف ذلك؟ لان في 1948 تاسست الشركه شركه مساهمه، من بعد تحولت بقدره قادر 2016 الى شركه ذات المسؤوليه المحدوده. كما يعلم الجميع صدر واحد القانون 1995 القانون التجاري كيقول لك بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده اذا لم يتم تحيينها داخل اجل 3 سنوات من تاريخ خروج يعني خروج حي استفيد هذا القانون تعتبر ان الشركه هي والعدم سيئا. اذا حنا ملي كنمشيو للسجل التجاري كنجبروها شركات مساهمه، ملي كنمشيو للشركه ديال كنمشيو للسجل التجاري الرسم العقاري اللي كاين في المحافظه العقاريه كاينه شركه ذات المسؤوليه المحدوده. اذا هنا كنسالوا علاش السيد المحافظ لم يقوم بتسجيل هذه الشركه والتحول المركزي على القانون من شركه مساهمه الى شركه ذات المسؤوليه المحدوده. اذا هناك علامه استفهام، لان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده كيخص العقاد ديالها 5 اشخاص وطبقا للقانون إن احنا لهذا الغرض تقدمنا واحد الشكايه امام السيد الوكيل العام اللي شابت مجموعه من الخروقات والتزوير. ما نقولش شني يعني احنا رفعنا على السيد الوكيل العام نظرا لسريه البحث. الايام القادمه ان شاء الله هي اللي غتجاوبنا هذه المساله هذه ان شاء الله. ماشي 11 غادي يكون النطق غيكون نطق الحكم ان شاء الله. وحنايا عندنا الثقه ديالنا في العداله كاين تما يعني عدم اختصاص. نعطيك غير مثال، مثلا الشركه المدعيه تقدمت واحد الدعوه تهدف الى طرد محتل، فقط يعني رفقت الدعوه ديالها بالرسم العقاري اللي فيه هو فيه نقاش ونموذج 7. هذا النموذج 7 يختلف على الرسم العقاري، هذه اولا. ثاني حاجه هي تكلمت على ارض عاريه. حنا قمنا بواحد المعاينه عن طريق المفوض القضائي، هل هناك ارض عاريه مساحتها 14 هكتار ونصف؟ الجواب لا. اذا فين هي هذه الارض عاريه؟ واش 50 عام مثلا نصف قرن من الزمن تقول لي تينا هناك يعني ارض عاريه؟ ولهذا عنصر الاستعجال اولا، عدم قبول الدعوه ثانيا، ورفض الطلب ثالثا، وعندنا ثقه في العداله ان شاء الله. كمال فائده الشركه شنو الاجراء اللي غتقوموا به؟ شوف حنا ما كنفكروش فيها حاليا، ولكن كاين ما يدار، كاين عندنا طرق طعن طبعا، عندنا الحق في الاستئناف، وهناك نقاش كاين صعوبات التنفيذ، صعوبه واقعيه وقانونيه الى اخره. المهم هذا السؤال سابق لاول. شكرا جزيلا، الله يحفظك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.